الباحث في معهد واشنطن ومؤسسة جالوب الدولية منقذ داغر ينضم إلينا للحديث في ملفنا الأول. مرحبا بك دكتور منقذ. الحكومة تمسك الملف الأمني بيد وملف الفساد بيد أخرى. أبدأ من التغييرات الأمنية التي أجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقب تفجير ساحة الطيران. برأيك ستنهي هذه التغييرات الهيمنة السياسية على القوات المسلحة؟ تحية لك، وابتداء الرحمة والخلود لشهداء العراق جميعا. بالتأكيد الخطوات التي اتخذها السيد الكاظمي يوم أمس أو ليلة أمس بتغيير بعض القيادات الأمنية هي خطوة صحيحة، لكنها هل ستنهي هذا الاختراق الأمني؟ بالتأكيد أيضا لا، الجواب لا. طيب. الموضوع لا يتعلق فقط بأشخاص، وإنما يتعلق بمنظومة كاملة، يتعلق بالمنظومة، من أقول منظومة لا أقصد فيها فقط المنظومة الأمنية، وإنما أقصد فيها المنظومة السياسية الاجتماعية الاقتصادية الأمنية التي يعيشها العراق أو التي تتحكم في العراق حاليا. طيب. ما يشهده العراق حاليا قريب إلى حد كبير مما شهده العراق إذبان يعني احتلال داعش لبعض المناطق وأوج قوة داعش. نعم. طيب. داعش أصيبت بضربة قاصمة لكنها لا زالت قوية، والظروف الآن تبدو، الظروف السياسية والانشقاقات والعدم الارتياح الشعبي الموجود كلها تسهم، عوامل تسهم في دفع داعش نحو العودة مرة أخرى وبقوة. فالمفروض لا يعالج هذا الملف بس من الناحية الأمنية، وإنما يعالج بشكل شامل. طيب دكتور، إذن هي خطوة بالاتجاه الصحيح لكن ليست كافية كما تفضلت. إذن ما الذي يحتاجه الكاظمي اليوم ليسيطر على المنظومة الأمنية بأكملها، لا سيما وأن بعض التقارير الدولية تشير إلى أنه يسيطر فقط على 10% من المؤسسات الأمنية؟ يعني هي الموضوع 10% أو 20%، ما أعرف شلون يقيسونها، لأن شلون تنقاس هذا الموضوع. لكن بالتأكيد موضوع المحاصصة الذي ابتلي به العراق والذي شمل المنظومة الأمنية أيضا هو واحد من المشاكل الكبرى. وموضوع المحاصصة هو ليس موضوع أمني، هو موضوع سياسي. ولذلك أنا أقول السيد الكاظمي إذا أراد أن يتعامل أو يمنع هذه الانفجارات من أن تعود مجددا، ويمنع نشاط داعش من أن يعود مجددا، وبالمناسبة هناك احتمال وارد جدا أن تكون هناك انفجارات أخرى، خروقات أخرى، يعني هذه محتملة جدا. إذا أراد المعالجة فلا تكفي المعالجة الأمنية. المعالجة الأمنية سبق أن جربها المالكي سابقا قبل ظهور داعش وفشلت. طيب. إذا ما موجود اتفاق سياسي اجتماعي يعالج المشاكل التي يعاني منها العراق سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد السياسي أو على الصعيد الأمني، فلا يمكن أن تحل هذه المشكلة. طيب دكتور، إبعاد الهيمنة السياسية لا تقتصر فقط على الملف الأمني بل حتى على الملفات المرتبطة بصنع القرار، وأبرزها تحقيقات قصر النهاية ولجنة الجرائم الكبرى. إلى أي مدى يعني ستقوض هذه الإجراءات صفقات الفساد الكبرى في العراق؟ شوف، السيد الكاظمي الآن أمام فرصة عليه أن لا يضيعها. هذا الغضب الشعبي والسياسي الناجم عن تفجير يوم أمس يمكن أن يستثمر لتصحيح المسارات. طيب. من عندها موضوع المسار الأمني، ومن عندها المسارات الأخرى التي هي أيضا تعاني من إشكالات
الضغوط السياسية، يعني موضوع الفساد وكشف الفاسدين. نعم هناك خلينا نقول بدأت الأسماك الكبيرة يتم اصطيادها، لكن لا زلنا ننتظر الحيتان الكبيرة. الحيتان الكبيرة لا زالت ضاغطة على المشهد، لا زالت تمنع تطور العمل لكي يأخذ كل مداياته. ما لم يستغل السيد الكاظمي هذه الفرصة لكي يقفز خطوات إلى الأمام ويذهب إلى أبعد من مجرد مدير عام هنا أو مدير عام هناك، طيب، وإنما الإطاحة بالرؤوس الكبيرة. هذا كله مثل ما قلت لك هي one package، هي طيب حزمة دكتور واحدة، ما ممكن أنت تعالج بس وحدة وتعوف وحدة. طيب، مصادر تقول دكتور إن لجنة الجرائم الكبرى تعقد صفقات مع الفاسدين لاسترداد الأموال المهربة والكشف عن شبكات الفساد وحيتان الفساد الذي تحدثت عنهم. رح تنجح برأيك التجربة العراقية على غرار التجربتين السعودية والمصرية؟ ما هي أدوات النجاح التي لا يمتلكها العراق؟ لا، الأدوات اللازمة لنجاح مثل هذه الخطوات غير متوفرة بالعراق. أعطيك مثل، في مصر أو في السعودية أو في أي بلد آخر هناك سلطة واحدة متحكمة، هناك دولة واحدة متحكمة بالمشهد. أما في العراق فإن هناك أكثر من دولة، هناك الدولة الظل أو دولة الأشباح. دولة الأشباح أو ما يسميها البعض الدولة العميقة هي المتحكمة بالمسار. طيب، بمعنى أنا متأكد لو كان الظرف غير هذا الظرف لكان هؤلاء المدراء العامون الذين أطيح بهم عقدوا صفقة مع الدولة ليكشفوا أسماء الحيتان الكبيرة. لكن بما أن السلاح المسيطر على العملية السياسية في العراق والمتحالف مع المال السياسي في العراق هو المتحكم بالعمل، بمعنى أنه أنا متأكد الآن أنه جاهم تهديد إذا عقدتوا مثل هذه الصفقة فعوائقكم كلها رح ننهيها أو ستتعرضون إلى القتل في داخل السجن ممكن يكون. نعم دكتور. فلذلك صعب جداً أن تعقد مثل هذه الصفقات إذا مو الدولة لديها الأدوات القادرة على إنفاذ القانون. طيب، والقادرة على حماية الشهود. في أمريكا مثلا هناك ما يسمى ببرنامج حماية الشهود، برنامج حماية الشهود برنامج فدرالي تصرف عليه الحكومة بشكل كبير مصمم لكي يحمي الشهود. نعم دكتور. من عتاة المجرمين ويحمي الشهود وعوائلهم من عتاة المجرمين. طيب، مثل هذا الشيء احنا اللي نحتاجه بالعراق. نعم، الباحث في معهد واشنطن ومؤسسة غالوب الدولية دكتور منقذ داغر، اشكرك جزيل الشكر لتواجدك معنا.